تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. تستمر الفعاليات حتى 6 من شهر فبراير. يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات التي يستمتع بها القراء، إذ يلتقون مع عدد كبير من الكتاب والشعراء والفنانين بمشاركة 1047 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، بعد التحية، ضعنا في أجواء معرض الكتاب لديك وأبرز ما تضمنه اليوم من فعاليات وأنشطة ثقافية. تحياتي لك ولكل متابعينا من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وهذه المتابعة لفعاليات اليوم 6 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. بدأت الفعاليات بالندوة الأولى خلال هذا اليوم في القاعة الرئيسية، قاعة صلاح جاهين. هذه القاعة التي شهدت ندوة بعنوان بين ناصر الدين وطه حسين، تناولت عدد من الكتابات للأديب الأردني ناصر الدين الأسد، وأيضا للأديب وعميد الأدب العربي طه حسين، والمنهجية الفكرية لكلا الكاتبين. لو تحدثنا أيضا عن عدد آخر من الندوات، كانت هناك ندوة تلت هذه الندوة بعنوان نحن والفلسفة، ثم تلتها عدد آخر من الفعاليات الأخرى والندوات تناولت الأمن الغذائي بإفريقيا، وأيضا المراكز الثقافية المصرية والعربية. هذه عن الندوات بالداخل. أما عن الفعاليات بالخارج لجميع الجمهور، فكانت هناك عدد من العروض الفنية والأنشطة الثقافية أيضا للأطفال و للكبار وللأسر بكافة الفئات في خارج ومحيط معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا عن الأنشطة، لكن هذه الدورة شهدت إقبالا كبيرا ولها حضور خاص بعكس المتوقع بجميع الفئات من أطفال وشباب وأسر، وهذا الإقبال يمكن تجاوز في الخمسة أيام الماضية 1,000,000 زائر. ولو تحدثنا أيضا عن معدل ومتوسط الحضور خاصة في أيام العطلات الرسمية ما بين يوم الخميس والجمعة وأيضا السبت، هناك حضور ما بين 150 إلى 180 ألف من الأشخاص ومن الحضور من كافة الفئات، وأيضا سواء أطفال أو شباب أو الأسرة بكافة فئاتها. ولو تحدثنا أيضا عن المشاركة الكبيرة للناشرين، ويمثلون 1,000 ناشر من جميع البلدان العربية والعالم، وأيضا دور النشر المشاركة في هذا المعرض، وهناك ما لا يقل عن 500 فعالية فنية وثقافية، بالإضافة إلى عدد من التوقيعات وأيضا القاعات التي شهدت حضور لكتاب وناشرين بتوقيع عدد من الكتب المختلفة والمتنوعة. هذا عن اليوم 6 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. عودة إليكم مروان. شكرا لك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، كنت معنا من معرض الكتاب.